شكرا اخي مهدي على الاستضافه. معك حمزه كيرانو، رئيس جمعيه صقور القنيطره للدراجات الجبليه والسياحيه. الهدف ديال الجمعيه هو تكوين دراجين من الصغار من المينيم، وكنطلعوهم فتاخذوهم بروفيسيونيل في الفي تي تي. الجمعيه ديالنا مختصه في الدراجه الجبليه والسياحيه. الجمعيه ديالنا تاسست في سنه 2017، والحمد لله قمنا باستقطاب العديد من الدراجين اللي كانوا هواه ولاو الحمد لله دابا كيشاركوا في سباقات وطنيه، وان شاء الله علاش لا يشاركوا في سباقات افريقيه ودوليه. الانخراط ديالكم بعد التاسيس، حنا عارفين الخطوات، اول خطوه كتكون هو الانخراط في العصبه الجهويه وتلاقوا يعني مع التسميه الجديده، ثم الانخراط يعني واش حاليا كتمارسوا الانشطه ديالكم في اطار العصبه في اطار الوطن، يعني ما بين 2017 حتى 2023، واش كانت عندكم شي مشاركات سواء جهويه او وطنيه، ولما لا واش كانت شي مساله دوليه ان كانت؟ داكور، هو الانشطه ديالنا دائما كتكون بتنسيق مع عصبه الرباط القنيطره وتحت اشراف الجامعه الملكيه. كاع السباقات الوطنيه اللي كيداروا اللي كتنظموا في المغرب كنكونوا حاضرين فيهم جميع المدن، في اكادير، في سطات، في كازا، في مراكش، كنكونوا ديما حاضرين في السباقات الوطنيه. غير هما مازال ما وصلناش النيفو باش نوليو نشاركوا هاد الساعه هادي في السباقات خارج المغرب. احنا عارفين بالنسبه للدراجات العاديه او الدومي يعني كتكون واحد التكلفه شويه باهظه نوعا ما في المشاركه، والفي تي تي عارفين حتى هو ايضا عنده واحد التكلفه اكثر في هذا السياق هذا. شنو المشاكل الماديه اللي كتلقاو اولا ليكم نتوما كجمعيه، وقبل من ذلك للمشاركين، يعني المشاكل اللي كتعاملوا معاهم واش كتكون عندهم يعني تكلفه ماديه ميسوره باش انهم يكونوا على الاقل كنقولوا الدراجات، او كتكون واحد التعاون ما بينهم وبين الجمعيه؟ وهو راك عارف اش يدير الجمعيات واش يدير الانديه والفرق، ديما فيه المشاكل. راك عارف لي ديبلاسمون تيكونوا شويه مكلفين، كاين مشكل ديال المبيت باغفوا كتمشي لشي مدينه ما كتلقاش فيها المبيت، كضطر انك تمشي تريزيرفي لوطيل ولا تمشي تكري واحد لابارتومون بلوس لي فري ديال ديبلاسمون. الحمد لله هادشي كامل كنديرو حبا في الرياضه، وكنضحيو بالوقت ديالنا وبالخدمه ديالنا والعائله ديالنا، وباش نكونوا حاضرين في جميع الملتقيات الوطنيه. والسبور كامل الواحد كيديرو حبا وكيضحي من اجل السبور. وهاد الرياضة هادي ديال الفي تي تي ولا كاع الرياضات ديال سواء الدومي ولا الفي تي تي تيكونو شوية مكلفين، حاجة عادية، وحنا كنحاولو نعطيو كاع داكشي اللي بجهدنا باش كونصال لي كولور ديالنا يكونوا مرتاحين ويوصلوهم بواحد النفسية مزيانة، ونوفرو ليهم المبيت المزيان، ونعطيو لما اللي ما عندهمش الدراجات كنعطيوهم الدراجات باش يشاركوا. المهم هو اننا كنكونوا حاضرين واننا كنكونوا ديما في المواعيد ديال السباقات. بالنسبه للاشكال الاخر، ان الجمعيه المركز ديالها هو مدينه القنيطره، وحنا عارفين مدينه القنيطره هي مدينه ساليه، وانتم التخصص ديالكم الجبلي. شنو الاشكال باش تلقاو يعني مكان ديال الممارسه ديالكم، والاشكال اللي لقيتو في الاستعداد والتحضير ديالكم للمنافسه الوطنيه اللي غتنظم يعني بعد غد كما كنقولوا، وشنو المشاكل اللي لقيتو باش تلقاو التيران اصلا باش تكون عندكم واحد الاستعدادات والتدريب؟ هو السؤال اللي طرحتيه مهم بزاف، هو ما عندي ما نسالك. هو المدينه اللي فيها حنايا ما كتوفرش على الجبال بحكم الدراجات ديالنا هي دراجه جبليه، ولكن باش كنقولوا الدراجه الجبليه هو انك كتريني غير في البيست. حنايا ماشي بحال الدراجات اللي كيترينيو في الكوترون، حنا الخدمه ديالنا كامله كتكون في البيست. البيست كنهضروا فيه الجبال، كنهضروا فيه الرمله، كنهضروا فيه الصم، كنهضروا فيه التوفنه، اي حاجه من غير الكوترون. وهي سميتها البي تي تي فيرو تو تيران، فيما تحطيتي خاصك شويه كودرون، شويه رمله، شويه جبال، شويه هبطه. وهاد الرياضه هادي عندها بزاف ديال القواعد خاصك تخدم عليهم، منهم اهم حاجه هي التكنيك، حيت الناس كيسحابوا. ما الفي تي تي راه سهله، هو بالعكس هي راه ماشي رياضه سهله، هي ماشي بحال الدومي، ماشي كان زعما كنقلل من الدومي كتحكم على لونديرونس بحكم الفي تي تي. واخا تكون عندك لونديرونس ما عندكش التكنيك ما كتوفقش فيها. تكنيك نقصدو بها لا ديسونت، الهبطه، الفيراج، الرمله كيفاش تتعامل معها، العقبه فاش كتكون
قاصحه وعندك فيها البيس دو فيراج الزيكزاك، يعني بزاف ديال اللي دخل خاصك تخدم عليهم كتكنيك باش تولي تبراتيكي هاد الرياضه هادي. وحنا قنيطره عندنا موك ديال هاد لي سيركوي ديال الفي تي تي الفري اللي فيهم الجبال وهذا، ولقينا صعوبه باش نلقاو الباركور ديالنا، والحمد لله وفقنا الله لقينا واحد المنطقه اللي كتوفر فيها هاد الشروط ديال الفي تي تي اللي هي طريق سيدي علي البحلاوي جامعه الحداده، واحد الدوار سميتو الحمشه تما. الحمد لله لقينا واحد الباركور وخدمناه مزيان وربي وفقنا، توجدنا واحد السيركوي تما مغلق، وان شاء الله هو اللي نضمو فيه السباق هذا ديال 20 غشت ان شاء الله، اللي يكون هو سباق وطني. وبالنسبه للتامين ديال داك الباركور اكيد غتكون واحد العلاقه مع السلطات المحليه والسلطات الامنيه، واش لقيتوا شي صعوبات باش توفروا يعني الحمايه الامنيه اللازمه؟ واش كان التعاون مع السلطات المحليه كيفاش؟ واش كان ميسو كان علاقه؟ واش كانوا تدخلات ديال العصبه والجامعه لاجل تيسير هذه المساله؟ تماما، هو ضروري خاص يكون تدخلات من طرف الجامعه كتراسل في دوز واحد الكورون ما بين الجامعه كتراسل العصبه، العصبه كتراسل الجامعه كتعطي الموافقه، كنراسلوا القائد، كنراسلوا رئيس الجماعه، كندفعوا لهم طلب كيجاوبونا كياكسبتيو لنا الطلب، كنجلسوا معاهم كنراسلوا المياه والغابات باش الا وقعت شي حاجه في الغابه الله يستر شي حريقه كنكونوا هنايا عالمين المياه واخدين الاوتوريزات مع المياه والغابات، كنراسلوا الاسعاف الوقايه المدنيه، يعني الحمد لله كانت الامور ميسره وربي وفقنا باش نتواصلوا معاهم كاملين، والحمد لله كان داز كل شيء مزيان بخير وعلى خير. في اطار البطوله اللي غتنظم كما قلنا يوم الاحد المقبل، كيفاش كان استقطاب المشاركين؟ حنا عارفين ان الدراجات هي نوعا ما نادره، ماشي نقول نادره، الانديه ديالنا نادره نوعا ما خصوصا في مدينه القنيطره. واش التواصل مع الانديه من جميع انحاء المغرب؟ شحال عدد الانديه؟ شحال عدد المشاركين؟ وشحال عدد يعني الايام اللي غتنظم عليها؟ واش في يوم واحد او لكن واحد المده زمنيه اطول؟ هما الاغلبيه ديال السباقات كيكونوا في نهار واحد، كيكونوا في اغلبيه في نهار الاحد، علاش؟ كيكون كلشي جاهز كلشي ما خدامش. وبالنسبه للانديه، الانديه كتكون معلومه على طول السنه حيت كيخرج واحد الكالندري من عند الجامعه، شهر هذا عندنا غنظم، في هذا الشهر عندنا غنظم، بحال هذا البروغرام ديال قنيطره اللي فيه شهر 8 20 شهر 8 كان معطي من الاول ديال السنه، دابا بخاسك راه قريب يسالي البروغرام ديال الكالندري ديال البي تي تي، والحمد لله حنا فيما كتكون شي مدينه منظمه البي تي تي كنمشي وكنديبلاصاو ليها باش ننجحوا السباق، والمدن كذلك تيفرحوا تيجيو عندنا قنيطره. والانديه اكلوا المشاركه ديالهم اللي غيكونوا؟ بيان سور، كلشي متاكد المشاركه وكلشي الحمد لله باغي يجي وكلشي فرحان وكلشي عاجبو الحال، وان شاء الله كاين حضور بزاف ديال الانديه، الناس راه جايه من مراكش، الناس جايه من اكادير، الناس جايه من دمنات كازا، يعني كاين بزاف ديال الفرق ان شاء الله باش تهضر المحمديه، كاين الحضور ان شاء الله. رياضه الدراجات الجبليه يعني الفيديو اللي هي التخصص ديال الجمعيه ديالكم، وبحكم القرب ديالك من الميدان، شنو خاصها باش تطور وتزيد لقدام سواء في مدينه قنيطره او في يعني العصبه او الجامعه المغربيه ككل؟ داكو، بالنسبه للرياضه ديالنا باش تزيد تطور خاص يتوفروا فيها شي شروط، بحكم ان المدينه اللي فيها حنايا ماشي على 100% كتمتاز بالمدارات ديال الفي تي تي، سكيل في حنا الا بغينا نتريني وخاصنا نديبلاصاو واحد 40 50 كيلومتر باش يلاه كنلقاو لي باركور اللي كنترينو فيهم مزيان، ولي ديبلاسمون وما كيكونوش دائما، تيكونوا مره في الشهر مره في 15 يوم، حنا ما كرهناش غير اللي يعاوننا في الديبلاسمون باش نبقاو نهزو لي كورور ديالنا ونديوهم للبلايص، مثلا غير في عين عوده تما كاين الجبال تما كنترينيو، كنلقاو مشكل في الديبلاسمون، كاينه طوموبيله وحده ديالي اللي هي ديال الرئيس هي باش كنهز بها لي كورور. دونك حنا الفريق ديالنا فيه 20 مشارك، كل شهر كنديو ثلاثه، كنديو عاوتاني الشهر الجاي كنديو ثلاثه، يعني هادو هما مشكل من بين المشاكل اللي كنلقاوهم في هاد الرياضه هادي. وسيرتو كنديرو اكثريه في قنيطره، ولكن قنيطره ما كتمتازش بداك لي باركور اللي خصنا نخدمو عليهم.